في شيء اسمه مغنيسيوم. المغنيسيوم بس تاخده بيساعدك اول شيء بنعسك، فاذا انت ما يعني ما حاول انك ما تاخده خلال النهار، خصوصا اذا بتاخذ دوز شوي عالي. طبعا دائما امشي على اللي مكتوب، بس اذا انت حبيت انك تاخذ مغنيسيوم اعطيكم هالمعلومه. كنت اخذ المغنيسيوم الغلط. في شيء تجاري بنباع بالسوق اسمه مغنيسيوم اوكسايد، هذا تجاري وهذا ما في الاشياء اللي بتلزمك كامله. وفي شيء مغنيسيوم بيجي اغلى شوي بس اسمه جلايسينيت. الجلايسينيت هو اللي انت بلزمه.